الحاج حميد رشدي ياسين، تاجر بسوق العبور جمهوريه مصر العربيه. اهلا بحضرتك. قول لنا بقى الاسعار النهارده عامله ازاي؟ والله الحمد لله رب العالمين، احنا الحمد لله جميع الخضار متوفر وما عندناش اي مشاكل في الخضار الحمد لله. يعني الطماطم القفص من 30 ل 35، الخيار ب 3 جنيه، البتنجان الرومي من 2 جنيه ونص ل 2 جنيه، القلقاس ب 3 جنيه 3 ونص، الفلفل الرومي بس هو عشان فترة يعني بيبقى فاصل عروة فده ب 5 جنيه وب 5 ونص، بطاطس ب 2 جنيه ب 3 جنيه، الملوخية طبعا دي بتتزرع تحت الصوب في وقت ان يكون في المناخ العام بتاعها مش كويس فب 3 ونص ب 4 جنيه ب 4 جنيه ونص، البصل ب 2 جنيه ونص ب 3 جنيه ونص. اتفضل. ايه ابرز المنتجات اللي عندك يعني اللي الناس بتستخدمها بكثره يعني؟ اللي بتستخدمها بكثره يعتبر في خمس ست سلع بيبقوا اساسيين في البيت، اللي هي الطماطم والبطاطس والبصل، دول بيبقى اساسي، دول ما فيش بيت في مصر الا ما بيستخدمهم، اما باقي الاصناف بقى فبيبقى حسب حالة المناطق، مصر الجديدة، المناطق الشعبية كده يعني. هبوط وارتفاع الأسعار بيبقى نتيجة المناخ، نتيجة المناخ العام حسب حالة الجو، استقر الجو وفي حر بيبقى بسم الله ما شاء الله عندنا الجو مناسب لكل الخضار، في تقلبات في الجو وفي مطر وفي كده دي بترفع الأسعار، بس بترفعها لمدة 3-4 أيام وبترجع الأسعار هي زي الأول. احنا موجودين هنا في سوق يعني جملة، الناس بتجيلكوا برضو في مصر؟ طبعا الناس اللي بتبيع تجزئة خارجي فبتيجي عشان تاخد الخضار، ويعني الجملة وفي ناس بتاخد جملة برضو لبيوتها على اساس بيبقى فيه توفير نسبة 35% 30% بيبقى توفير اليوم، فبياخدوا مع بعضهم في البيت مع بعض يعني بيقسموا على بعضهم، فدي ربنا بيكرمهم فيها إن شاء الله.